النهارده انا كنت كاتب لكم في البتاع الماكسيلاري تروما مانديبلر تروما، لكن هي المحاضره ميد فيس فراكشر، عشان بس ايه ما يبقاش فيه، انا هظبطها على المودر على البرنامج. ميد فيس فراكشر. تمام يا دكتور. احنا كم حد حاضر معانا هنا دلوقتي؟ انتوا كام واحد؟ 44 ده ليه كده؟ لسه ناس هتدخل يا دكتور. هنزعل جدا على فكرة، هنزعل جدا وهنزعلكم الترم ده في الامتحانات. احنا دلعناكم الترم اللي فات، بقى نشد عليكم الترم ده. يعني شوية دلع وشوية شد بقى. كلامها مسك يا دكتور، ايه؟ حسن ختامها مسك. ما هو لا، ده ختامه هيبقى مسك على الاخر، ما تقلقش، هيبقى مسك مسك يعني. يعني هيبقى مسك 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 يعني، بص مسك كده هيطلع من نافوخ. يا ربنا يستر كده. لا اصل مواضيع الترم الثاني مواضيع كبيرة ومواضيع مهمة وفيها كلام حلو كتير، فمحتاجين منكم شوية اجتهاد. انا هبعت لكم ان شاء الله السورسز على النهارده بالليل، على بالليل ان شاء الله ابعت لكم السورسز بتاعت المحاضرتين. بالنسبه بقى، قبل ما انسى، احنا عايزين نبدا امتحانات العملي الاسبوع الجاي على طول. ليه كده بدري قوي؟ والله انا عايزين نلحق نخلصكم بسرعه بسرعه. اللي عايز يمتحن عملي اهلا وسهلا، وطبعا اللي هيدخل في الاول ده غالبا اللي بيدخل في الاول الطلاب الشاطره، واحنا بنبقى عارفين فبنديهم درجات حلوه. فهو يعني براحتكم. هو بس المشكلة يا دكتور في إن احنا نلحق نخلص requirement. هل بعد الامتحان هيبقى في شغل إن احنا نخلص requirements ولا والله ملهاش اللي علاقة؟ هيبقى، ما هو هندخل الامتحان اللي هو مخلص، اللي جاهز اللي خلص الريكويرمنت بتاعته يجي على الامتحان على طول، والترم الثاني بيخلص بسرعة. انا خلاص شهر 4 الشهر الجاي، وهيبقى معظم رمضان. احنا بنخفف بس الضغط في رمضان، عشان في رمضان مش متوقع ان يكون في طلب، قصدي مرضى كتير وكده. احنا عايزين دكتور معلش الصوت بيقطع عندي، ما عرفتش ميعاد الامتحان هيبقى امتى. هيبقى من الاسبوع الجاي امتحان عملي. الامتحان العملي دلوقتي بقى، هننزل نبدأ المحاضرة. لازم اللي يخش يمتحن يا دكتور يكون مخلص ال5 حالات بص، احنا ممكن نعمل لكم مستثنى، يعني اللي عايز رينج يدخل 3 حالات مثلا. هندخل الامتحان من الريكويرمنتس. من ضمن الريكوير. تمام يا دكتور، شكرا. اللي هيدخل هندخله الامتحان من ضمن الريكويرمنتس. تمام، شكرا يا دكتور. شكرا لله. بص يا اولاد، النهارده كل ما الميد اقابل فيس بيشنت فراكشر. ايه يا حبيبي؟ كل واحد بيشنت، ايه؟ كل طالب ليه بيشنت ولا زي الترم الاول؟ ليه الترم الاول انت اللي بتجيب البيشنت بتاعك؟ اقصد يعني كل 4 مثلا على بيشنت. والله على حسب الضغط. هو في الاول الدنيا مش، الدنيا هتبقى كويسه، فهو يفضل كل 2 على بيشنت. الفكرة يا دكتور احنا بنلاقي البيشنت بصعوبة، يعني مش ما انا سهل ان عارف، احنا نلاقي ما بيشنت. احنا عشان كده، عشان كده احنا بادئين من بدري معاكم يا شباب، لان انتوا بكالوريوس لازم امتحانكم كويس، وانا كمان احتمال اجي امتحنكم كمان بنفسي، او على الاقل امتحن مجموعه كبيره منكم. تمام، فعشان كده، عشان كده احنا بادئين من البدري. طيب دلوقتي احنا محاضره النهارده، طيب يا دكتور، أي حاجة أخيرة بس قبل المحاضرة ممكن؟ يا احمد ايوه يعني الامتحان إن شاء الله يبقى من أول أسبوع الجاي. طب اللي خلص مثلا 3 حالات مثلا وامتحان فاينل وبقي له حاجة في الريكوير ما اتحسبتش من ضمن الفاينل، ممكن يخلصها بعد كده ولا هتبقى الدنيا؟ والله. بص انا بفكر لسه، مأكد مش ها يعني مش هشوف كل يعني نسبة الحالات عندكم كام، واحد عمل كام حالة، وبفكر ان انا اللي هيدخل الامتحان ان انا لو عنده مشكلة في حالة ريكويرمنت ان انا اتغاضى عنها. يعني اللي عنده 3 ودخل
هيبقى امتحن واحده، يبقى الرابعه دي ريكويرمنت، يبقى خلاص هعتبره خلص الريكويرمنت عموما. يعني لا تمام يدخل الامتحان بدري، هديله بونص ريكويرمنت كيس. تمام شكرا يا دكتور. يعني انا بس ايه يعني بفكر، بس عايز اشوف الدنيا ماشيه ازاي. لكن طبعا اللي هيدخل الامتحان بدري هديله بونص وريكويرمنت، يعني ما يلاقش خالص. هو احنا عندنا رينج يا دكتور في الحالات اللي اشتغل ممكن حالتين، الناس اشتغلت ثلاثة في الرينج ده، ما اعتقدش ان حد خلص الحالات كلها يعني. ما هو اللي دخل تلاتة، اللي جاب اللي عمل تلاتة وخد ريكويرمنت وامتحن على حالة، واحدة وحضرتك يبقى هتدي له كده، بونص كمان واحدة، يبقى 5 حالات. خلص الريكويرمنت وخد درجة أعمال السنة بتاعتها. تمام شكرا يا دكتور شكرا. تمام، ده كده، ده كلام الله. يعني ايه عشان نشجعك وتدخلوا على طول الامتحانات بدري. لكن طبعا اللي هيتأخر آخر السنة مش عارف هعمل معاه ايه، لسه هعمله بقى رسمي. ربنا بصراحة يسهلك. أنا بس عايز ألحق البونص. ايوه عايزين انا بشجعك، عشان بصراحه انا مش عايز ننزل الزنقه بتاعت الترم اللي فات. هو اللي اشتغل حالة عايز يلحق البونص برضك، يعمل ايه طيب؟ يشتغل التانية والتالتة بسرعة عشان نلحقوا البونص. هو مش هينفع ندخل في ميعاد غير يعني ميعادنا، دكتور ولا هينفع؟ اللي اشتغل حالة واحدة ما ينفعش يدخل الامتحان؟ لا حالة واحدة قليل يعني، ممكن لو اتنين نبدأ نفكر، دكتور لكن هو واحدة ما ينفعش. احنا عيادة واحدة في الأسبوع يا دكتور، ما بجيبش غير ما بيشنت هو واحد. واحدة في الأسبوع، هنجيب التانية ازاي؟ انتوا عندكم الأسبوع الجاي، ما يا كده رب مش هندخل حبايبي الأسبوع الجاي، ادخلوا الأسبوع اللي بعديه، مفيش مش هلحق مشكلة. البونص. إيه؟ لا لا عادي، كل يعني هظبطها هظبطها لكم يعني الأسبوع يا دكتور اللي مخلص 3 حالات يقدر يدخل يمتحن عادي في أي وقت؟ يقدر يدخل الأسبوع الجاي، ولو دخل الأسبوع الجاي خلاص بس هيبقى لازم 3 حالات او حالتين مثلا بالكتير، لكن اقل من كده لا. يعني اللي يمتحن اقل يعني. انا بس عايز اقول لكم اللي هياخد اللي عمل حالتين عايز يدخل الامتحان، اوكي بونص حاله، بس مش هيبقى يخلص الريكويرمنتس بتاعته، يكمل بعد كده. يكمل بعد كده لو عايز. طيب مش تمام. دكتور ريكويرمنتس 5 ولا 4؟ لكن اللي عمل حاله مش هقدر ادخله طبعا. تمام تمام طيب، دلوقتي بقى نبدأ المحاضرة ولا إيه؟ في حد عنده سؤال تاني في المبدأ؟ عشان المحاضرة النهاردة. مش تضرب. طيب، بص يا شباب، دلوقتي إحنا بنتكلم على الميد فيس فراكشر. الميد فيس فراكشر ده يعتبر one من most dangerous fractures عندنا. ليه دينجرس؟ لانها بتشمل الكرينيال بيز. احنا الميد فيس بنقول دايما ان هو باوندد من سوبيريور بالسوبيريور اوربيتال ريدج. ايه ده؟ يعني الانفيريور اوربيتال ريدج ده يعتبر من الميد فيس فراكشر؟ يعتبر من الميد فيس فراكشر. وانفيريور اللي طبعا هارد بلات، والانتيريور اللاترال اوربيتال ريم، المالر ايمينانس الانتيريور اوف ذا ماكسيلا، واللاترال طبعا الانترو لاترال والاند والبوسترو لاترال انترال وول، والزيجوما وزيجوماتيك ارش، وبوستيريور اللي طبعا البوستير وول من انترال ابيسيس اوف ذا اوربيتال كون. لو بصينا كده في الصوره دي هنقدر نعرف ايه حدود الميد فيس فراكشر عندنا او الميد فيس عندنا. يعني الميد فيس ده برضو جزء من تخصصنا كماكسيلو فيشيال سيرجن في المانجمنت. هو في فيري امبورتنت ستراكشرز وحاجات من موست كومن اللي بتحصل في التروما بالنسبه لنا، بنواجهها وبنشوفها في الشغل بتاعنا. شايفين ميد فيس فراكشر شامل الاوربيتال ريم والزيجوما والزيجوماتيك ارش. طيب بيتكون من ايه بقى؟ لو جينا نسمي الناونس العض، بونز فورمينج ذا ميد فيس، تو ماكسيلي، زيجوماتيك بون، تو زيجوماتيك بون، تو زيجوماتيك بروسيس اوف تمبرال بون، تو بالاتاين بونز، تو نيزل بونز، تو لاكريمال بونز، فومر، اثمويد اند اتاتشد كونكي، تريجويد بليت اند اثمويد بون. دي العظام المكونة للميد فيس وكلها لايبل فور فراكشر. في حاجات بنعمل لها فيكسيشن
وحاجات طبعا ما بنعملهاش فيكسيشن، بنسيبها في ان بليس. طيب الميد فيس بيبقى ادابت على الفورس اوف ماستيكيشن، وبالتالي ربنا خلق فيه باترسيس. الباترسيس دي مهمة جدا في التقسيمة، ده الشاسيه بتاع الميد فيس اللي ربنا خلقه عشان يحمي العين ويحمي الفايتال ستراكشر ويحمي الكرينيوم، يعني عامل زي ستريس ابزوربنت. عايز اقول لكم ان في كتير قوي من القواعد الهندسية خدوها المهندسين من الباترس ستراكشر بتاع الميد فيس. يعني مثلا لما نيجي نبص على الصورة دي هنلاقي في عندنا فيرتيكال باترسز وفي عندنا هوريزونتال باترس. الفيرتيكال باترس لو نلاحظ انا عندي هنا النيزو ماكسيلاري باترس، النيزو ماكسيلاري باترس ده، وبعد كده النيزو فرونتال، تمام، وبعد كده انا عندي الزيجوماتيكو ماكسيلاري باترس، نيزو زيجوماتيك باترس، نيزو ماكسيلاري باترس، وعندي زيجوماتيكو ماكسيلاري باترس زي ما انتم شايفين اهو، ده فيرتيكال باترسز. ده مهم جدا، ده بيرد يمين وشمال. وطبعا عندي من جوه التريجو ماكسيلاري باترس، والفرونتال بوم بقى اللي هو او بنسميه فرونتال بار، ده الهوريزونتال. دي لو بصينا العظم بتاعها نلاقيه عظم مصمت وعظم قوي. العظم المصمت ده والعظم القوي بيخلينا زي شاسيه كده للتروما، يحملنا يحمي الاوربت ويحمي الكرينيوم لو الخبطه جت في الاتجاهات بتاعت الاتجاهات بتاعت الباترس. دي زي شاسيه كده بالبلدي، او زي باترس احنا بنقول باترس ستراكشر، باترس ستراكشر. يبقى نقول هنا the concept of buttress describe the relatively stronger area of the skeleton that bear the bulk of the load, that bear the bulk of the load. ده الباترس structure، ودي مهمة جدا. لاترال وبليك فورس كوس فراكشن، وده بيبقى بيقلل لنا او بيدسبيت، لان طبعا الفورسز لما بتيجي سترونج وستريت بيحصل بيحصل ايه؟ دكتور، ايوه هو الصوت قطع من شوية، معرفش ده عندي أنا بس ولا عند عندك كل عندك عندك لا لا يا دكتور، فعلا قطع عندنا لا يا برضه. دكتور قطع يبقى الفورسز لما بتيجي السلايد اللي سترونج، قبل ده يا دكتور، لما حضرتك رجعت للصورة تاني. بتقول ان هي مهمة بعد كده قطع. ما احنا بص شايفين التريجو، لا انا بتكلم على الهوريزونتال باترس والميكانيزم بتاع ان الباترس عندي لما الانجري او الخبطه بتيجي فيرتيكال الباترس دي بتبدا تحمي، لكن عشان كده الخبطه اللي بتعمل فراكشن اللي هي بتيجي اوبليك دايما هي اللي بتعمل فراكشن. يبقى انا عندي الفرونتال واللاترال والاوبليك فورسز كوز دايما هي بتكوز الفراكشر. بنقسم بقى الفراكشرز بتاعتنا في المجزله ليه؟ بنقسمها لدنتو الفلر، لزيجوماتيك ارش، خلي بالك دنتو الفلر، زيجوماتيك ارش، زيجوماتيكو ماكزيلاري كومبلكس او بنسميه زيجوماتيك كومبلكس، وبعد كده بنسميه ليفورت فراكشرز. ليفورت فراكشرز مش فراكشر، فراكشرز. يبقى انا عندي دينتو الفر رقم واحد، زيجوماتيك ارش رقم اثنين، زيجوماتيك كومبلكس رقم ثلاثة، الليفورت فراكشرز او كلاسيفيكيشن ده رقم اربعة. طيب اربعة دول بيتقسموا لثلاث اقسام تانيين A و B و C او A1 و2 و3. طيب انا بالنسبة لي دينتو الفر فراكشر، وده بيحصل مش بس الفلر تيث، ده ممكن يحصل في التيبوروستي، ممكن يحصل في الفلور اوف ذا ماكسيلاري ساينس فلور، ممكن يحصل نتيجة الماسيف اكستراكشن. لو التيبورستي دايما زي ما احنا اتعلمنا في الكومبليكيشن بتاعة الاكستراكشن ان التيبورستي عندي، التيبورستي لو حصل لها
التيبروستي لو اتكسرت during extraction even during trauma بس اتاتشد للبريوستيوم انا بقدر ارجعها تاني. لو نون اتاتشد هرميها؟ لا، لو كبيره هثبتها، لو جزء كبير هثبته بسكرو كانه تروما عادي واقفل حواليه او كانه جرافت، ولو جزء منه صغير انا خلاص بعمل ايه؟ برميها وبعمل سوتشرينج للميوكوز. طب فراك، وخلي بالكم الحته دي عشان مش مكتوب عندكم في الورقه، الفراكشر اوف ذا فلور اوف ذا ماكسيلري ساينس، وده ممكن يحصل نتيجه تروما وممكن يحصل نتيجه برضو ماسيف اكستراكشن زي ما خدنا في الترم الاول في الماكسيلري ساينس. الليفورت فراكشر بقى، الليفورت فراكشر ده واحد كان اسمه ليفورت، فرنساوي، ليفو ده فرنساوي، كان اكتشف او قسم عندنا الماكسيلري فراكشر لثلاثه لثلاثه ديجريز. قال لك ليفورت 1 اللي هو بياخد الماكسيلا بس، الليفورت 2 بياخد الماكسيلا والنيزو ماكسيلري كومبلكس، الليفورت 3 بياخد الماكسيلا والنيزو ماكسيلري كومبلكس والزيجوماتيك كومبلكس معاه. ازاي الكلام ده؟ قال لك الباترن بتاعنا في الليفورت 1 ان الفراكشر بيعدي في البايروفورم ابيرشر، بيعدي كروس الماكزيلا، بيعدي الساينس، بيوصل للتريجويد بليت بالشكل ده بنسميه ليفورت 1، بيفصل الماكزيلا من السكال. وزي ما انتم شايفين دي كلها حالات، شايفين الاكس راي دي، شايفين الباترن اوف فراكشر في السلايز دي. طب مين يقول لي بقى السكشن ده اسمه ايه؟ كورونال سيكشن. كورونال سيكشن، ممتاز. السكشن ده اسمه كورونال سيكشن، حلو قوي. يبقى انا عندي الكورونال سيكشن مبين ان انا عندي فيه هوريزونتال فراكشر فاصل لي ال فاصل الليفورت الماكسيلا عن السكال. خلي بالك يا ولاد الحضور بتاعكم قليل، وبلغوا زمايلكم ان ده مش كويس عشان تكونوا عارفين. ده يخليني اعوركم بجد. الليفورت 1 طبعا ايه بنشوف، بنعرفه ازاي، بنشخصه ازاي؟ بنلاقي فيه سويلنج طبعا في الابر ليب، واديما في الفيس، ويكوموزيس في البكر سالكس، والاكلوجن مش متظبط، وممكن هو يونيلاترال او بايلاترال، وتلاقي تمسك المجزله كده وتعمل لها موفمنت تلاقيها بتتحرك يمين وشمال معاك. الليفورت 2 بقى بيجي بيراميدال، بيعدي، احنا قلنا الليفورت 2 بيبقى نيزو ماكسيلاري مع الماكسيلاري كومبلكس، ده بيعدي الفلور فين بقى؟ بيعدي زي ما انتم شايفين في الماكسيلاري فرونتال اريا هنا كده، وفي الانفيرير اوربيتال وول، بس الزيجوماتيك ايه؟ متساب سليم زي الحاله دي كده، كانت ليفورت 2 احنا عملنا لها فيكسيشن، دي حاله من الحالات اللي احنا اشتغلناها. ده بنسميه الليفورت 2 فراكشر، بياخد النيزو ماكسيلاري كومبلكس مع النيزال بون معاه على اللاترال وول اوف ذا نوز، ده اسمه ايه؟ ليفورت 2، مكتوب هنا كل الحدود بتاعته. نيجي على الليفورت 2 بيبقى برضه بيبقى دايما معاه، خلي بالكم القديمه بتبقى شديده قوي، في ديفورمتي في الميد فيس، ديفورمتي في النوز واضحه، وطبعا سيركم اور باي لاترال سيركم اوربيتال ايكوموزيس، سب كونجكتال ايكوموزيس، بيري اوربيتال. بيحصل احيانا ان الكليبري فورم بليت بتتكسر، وبيحصل معاها حاجه قلناها المحاضره اللي فاتت، مين فاكرها؟ مين اللي هي فاكرها؟ ركن أيسا دكتور؟ لا اسمها راينو الايه، راينو الريه، ما راينو الريه، راينو نورية من النوز ايوه، سيس من النوز. لان نتيجه ان الكريب فورم بليت اتكسرت. تمام 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 طيب اللي فور تو بيحصل دايما ستيدي فورمتي، وبيحصل معاها علامه مهمه جدا اللي هي ايه بقى؟ اللي هي اكستنشن او الونجيشن للفيس، الفيس ممكن الونجيتد. وما ننساش في الليفورت 2 حصل ان فراكشر في الفلور اوف ذا اوربت، نتج عنه، بينتج عنه ايه بقى؟ بينتج عنه ديبلوبيا، صح؟ مش ممكن ينتج عنه ديبلوبيا؟ عارفين يعني ايه ديبلوبيا؟ ديبلوبيا يعني تشوف الحاجه مرتين. اوكي؟ تمام. يعني تشوف الحاجه مرتين، تشوفها مزغلله كده، عينيك مزغلله. الليفورت 3 بقى ده بيحصل كومبليت سيبريشن للفيشال سكيلتون من السكال بيس،
خلينا نبص كده على وبيبقى معايا ايه، انوف سالموس وهولينج زاي واكستريم الفيش البص الفيس بيبقى شكله ملخبط جدا جدا في الليه 43. الفيس بيبقى شكله ملخبط جدا. مش جايب لكم صوره هنا للليه 43، ادي الصوره بتاعت الليه 43. شايفين مش بس الفلور اوف ذا اوربت ده مكسور، الزيجوماتيك ماكسيلاري كومبلكس مكسور، يبقى في كومبليت ديفورميتي للفيس بهذا الشكل. فهو ده بالنسبه للفرونتو ماكسيلاري كومبلكس. طيب ريدكشن بقى اوف ليفورد، اما يجي حاله زي دي، الله اكبر الله اكبر العصر بس جدا، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب ريدكشن اوف ليفورد، عارفين اي كلمه ريدكشن؟ يعني احنا بنرجع الكسر تاني، بنعمل له ريدكشن، بنريديوس. طيب انا عندي بقى لوز فراكشر كان بي مانيبيوليتد باي فينجر مانيبيوليشن، ممكن نرجعه بالصباع كده ونظبط اوكلوجن ونزق المانديبل وهنسيبه؟ لا، هنثبته. هنثبته ازاي؟ هنثبته بكذا طريقه. يعني احنا ممكن بالفينجر فورسكس او باي ماكس، ان احنا رجعناه مكان، يبقى نخلي بالنا الريدكشن اوف ذا ليفورت 1 باي مانيبيوليتد باي فينجر مانيبيوليشن، او ان احنا نستخدم الرويز ديسمباكشن فور سيبس. ايه الرويز ديسمباكشن فور سيبس؟ اللي هي الآلة دي اسمها الروي ديسمباكشن فور سيبس، اسمها الروي ديسمباكشن فور سيبس. ريدكشن اوف ذا ليفورت 2 بقى، ليفورت 2 بتبقى اصعب، بناخد برضه بنستخدم الروي، بس هي بتبقى عندنا مشكله في الليفورت 2 عشان ان احنا نقدر نرجع ال نقدر نرجع الاوكلوجن مع السيبريتد بوم بتاعت المجزل. فبنستخدم السبتال فورسبس، ايش سبتال فورسبس اللي هو ده، عشان اقدر امسك اعمل الاينمنت للنيزل بون في مكانها، لان ما ننساش ان انا عندي الاريا دي من النو فراكشر ومفصوله، ما فيك الباترن اوف فراكشر بيراميدال باترن اوف فراكشر اللي بيسميه عندنا نيزل كومبلكس او اوربيتال فلور فراكشر. وبعد كده بنعمل له فيكسيشن يا اما بوايرز زي ما انتم شايفين زمان، واحنا انتوا لسه بقى قبل ما تتولدوا كنا بنعملها بالكلام ده سنه 2000 مثلا، بسنه 2000 كنا بنشتغل بالوايرز و98 و99، لكن دلوقتي بقينا خلاص ما فيش بقى الكلام ده خالص، بقينا بنعمل كل الشغل بالبليس والسكروز. يبقى انا عندي اكسترنال فيكسيشن وانترنال فيكسيشن. انترنال فيكسيشن ده كونسنسيس، اكسترنال فيكسيشن بنعمل حاجه اسمها واير سسبنشن. واير سسبنشن كنا بنعلق المانديبول بالمجزله الزيجوماتيك ارش فوق عشان نثبت القلب، بنعمل حاجه اسمها واير سسبنشن او كرانيو ماكسيلاري او كرانيو ماكسيلا مانديبولار فيكسيشن. اللي انت او بالدايركت اوستيوسينثيسيس اللي هو يا الميني بليتس او الكيرشنال واير، بنرجع بيها الطرق الارياز اللي حصل لها سيبريشن او فيكسيشن. طيب يبقى انا عندي نراجع تاني الريدكشن، عرفنا الريدكشن بيتعمل بايه تمام. طيب وعرفنا الموبايليشن هيتعمل بالوايرز، الموبايليشن هو فيكسيشن يا اما مانديبولر او سوري يا اما انترنال او اكسترنال. طيب لو انترنال واير ميني بليت او مايكرو بليت او كريشنال واير او سيمبن واير او سيمبن بليتس. طيب الانترنال واير بيبقى بنعلق الوايرز على الزيجوماتيك ارش، بنسميه السيركم زيجوماتيك او زيجوماتيكو مانديبولر، او ممكن نربطها بالانفيرا اوربيتال بوردر وايرنج فرونتو مانديبولر او بايريفورم فوسه اوف ذا مانديبول. بنربط واير الارياز اللي فيها فراكشر في الارياز دي بنسميها انترنال واير سبورت. زي دي الصوره دي، يعني صوره دي صوره اكس راي قبل ما تدخل العمليات، دي اتعرضت لميت فيس فراكشر.
السبورت بقى، عشان احيانا كتير بيحصل كولابس في الاوربت او كولابس في الساينس، فممكن نعمل سبورت للكلام ده، اما بالونينج او مش او بوكس فريم او الفيس في بتاعه، او ممكن نستخدم دي كلها طرق كنا بنستخدمها، او نستخدم اللي هو بنسميه الاكسترنال كرانيال فيكسيتور، عشان نقدر نثبت لو احنا مش قادرين نعمل تدخل جراحي، فبنعمل دايركت وايرنج وبنثبت الماكسيلا بهذا الشكل، او ببلاستر او بارز. بس البلاستر بارز ده طبعا كلام قديم، احنا بنجيبه من سبيل الهيستوري، ما بنعملش الكلام ده دلوقتي. انا عايز اقول لكم ان احنا دلوقتي بنشتغل 3 دي بقى، بناخد سي تي وبنعمل على طول مودلز وبنعمل السبورت بالموديل اللي بتاعنا. طيب الاهم حاجه عندي لما اتعرض لميد فيس فراكشر، ان انا ايفل اعمل طبعا فيرست ايد، هاستابليش الاير واي، وهركز قوي على الفيشال نيرف ايفالويشن، كان لو في عندي نيورولوجيك ايفالويشن، سواء عندي اوتوريه او راينوريه، او لو عندي الفيجن نفسه او الفيشال نيرف فيشن نيرف انجري، ده مهم جدا جدا جدا. يبقى انا عندي فيرست ايد، اير واي، فيشن نيرف او نيوروجينيك اسيسمنت. نيوروجينيك اسيسمنت بيشمل ايه؟ فيشن نيرف، سي اس اف فلويد سواء رينوريه او اوتوريه، خبط عصبيه، الارش بس هو اللي بيحصل له فراكشر زي ما انتم شايفين في الصوره دي. ودي من الحاجات اللي هي احيانا ممكن تبقى حاجات سهله جدا، ودي حاجات صعبه جدا. ممكن يبقى مجرد في شيب فراكشر، يعني ما يكسر كده بيعمل كده كانه في شيب، وممكن يبقى كومنيوتد تشوفه صور بهذا الشكل ده، مثلا في شيب او كومنيوتد. اما بنيجي بقى نعمل له ريدكشن، بندخل جلز ابروتش، في التمبر بون بنفتح على التمبورال فيشل تمبورال فاشيا، وبنفتح التمبورالس من تحت التمبورالس كده، وبنطلع بيقوم رافعين الارش بالاليفيتور، بنسمع تريك الارش يكون على طول اتثبت في مكان. او ممكن احنا ندخل من الانترا اورال ابروتش، بنسميه كين ابروتش، او ممكن نجيب اللي هو الكين ابروتش، بنفتح بالفيستيبيولر هنا وندخل نعمل ريدكشن بالاليفيتور. ودي الحمد لله احنا من الناس البايونير في هذا المجال، كنا ناشرين بيبر عن للانترا اورال ابروتش، ان احنا مش بس بنعدي الزيجوماتيك ارش، ده كمان احنا كنا بنشتغل على الانفرا اوربيتال ريم من الانترا اورال ابروتش. الكين تكنيك ده زي ما اتفقنا، هو دي طريقه لان انا ادخل انترا اورال تحت الزيجوماتيك ارش بالشكل ده واعمل له ريدكشن. او حاجه ثالثه الهوك، انا بدخل على طول بهوك، بدخل بهوك بهذا الشكل وارفع على طول الزيجومه عندي بشكل مباشر بالهوك بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين في الصوره. تمام. يبقى انا عندي الزيجوماتيك هوك على طول. الكوميونيوتي بقى دي فيها مشكله شويه، لان لازم افتح عليه. دكتور ايوه هوك دي اكسترا الصوره اهي. اوكي اهي اكسترا اورال اكسترا اكسترا بس دفع الصوت حضرتك بيقطع بس الصورة اهي قدامك دي اكسترا اورال. بص، بتواجهنا مشاكل كتير قوي كومبليكيشن للكروس ريدكشن،
من ضمنها ان كونستراكشن از جوماتيك ارش، ومن المشاكل اللي هي اللي هو الريدكشن ما بيبقاش ونستمشي على الناحيه دي 15 يوم كان الاستراكشر من شانها بتزود السكسس ريت بتاعنا. طيب لو زي جوماتيك ماكسيلري كومبلكس صعب شويه، انا استراكشر خد زي جوما، وزي جوما مربوط باربعه باترسز، اربعه باترسز يا ولاد، اربعه باترسز، واحده بنسميه زي جوماتيكو فرونتال زي ما انتم شايفين، وزي جوماتيكو تيمبرال، وزي جوماتيكو ماكسيلري، وزي جوماتيكو اسفينويد، جو اربعه باترس ماسكين الزيجوما. تخيل لو حاجه كسرت بتكسر الاربعه دول، وتبقى خطيره جدا لانها بتوصل للكرينيال بيس، توصل للكرينيال بيس، نعم توصل للكرينيال بيس فالزيجوماتيك ارش. الزيجوماتيكو ماكسيلري كومبلكس فراكشن بيحصل طبعا ديفورميتي في الفيس، تخيلوا الفيس عامل كده، ده اتكسر، هتلاقي الفيس بقى فلات او داخل حتى جوه او ديفيتد كده، ودي بتبقى من الباترن الصعبة جدا جدا في المانجمنت. بيحصل فلاتنينج التشيك، سيركل اوربيتال هيموريج، نيرف دامج، انترفيرنس وذ ماندبل ديبلوبيا، اينوفثالموس، انتر اورال تندرنس، اند ايكوموزس. شفت الصورة دي؟ شايفين الصورة دي؟ very very طبعا بنعمل ان احنا اهم حاجه ان احنا نستور النورمال كونتور وكوريكت الديبلوبيا تو ريموف اني انترفيرنس وذ نورمال مانديبولر موفمنت. طيب انا عندي ال نورمال مانديبولر موفمنت ازاي؟ في الـ عرش نازل. طيب انا النهارده تو ريستور الاوكلوجن وريستور الديفورميتي، يبقى انا دايما عندي اقول ان امتى تتدخل عشان تعالج زي جوماتيك ومجزري كومبلكس زي جوماتيك ارش فراكشر، ان التريتمنت ومعالجه الكلام ده كله بيبقى دينجر سموات، انك تشتغل في فيري فيري سنسيتيف. نقول ده عندي يعني الاثيتكس افكتد او عندي الاوكلوجن افكتد، الحاجتين دول او الفانكشن افكتد. لو الحاجه بتاثر لي على فانكشن بتاثر لي على في طبعا لازم جراحين، لازم بنعمل حاجه اسمها بروبر ريدكشن اند ريستوريشن، بروبر ريدكشن اند ريستوريشن، اكسبوز اور فراكشر بون بليتنج اند ذن تو ريستور الشكل والفانكشن والشكل والفانكشن والاوكلوجن كويس. ما ننساش هنستور ايه؟ فانكشن اوكلوجن. لما نيجي نشتغل ميد فيست تروما او ايفن حتى مانديبولار تروما اوكلوجن static and function. اوكي ما سمعتش؟ اوكي كده دكتور. تمام دكتور مع حضرتك. تمام surgical approach للزيجوماتيك اوف الابراكشن، مش كمان انا هنا عارف. طيب اللي بيحصل عندي بقى لما بيجي دايركت تروما، الباترس على طول بتتكسر، والباترس دي مهمه ان انا اعمل لها بليتنج وارجعها لانها لود بيرنج. لود بيرنج يعني لازم اثبت. بنثبتها ازاي؟ ازاي جوماتيك فرونتال، زي جوماتيك فرونتال، عارفين ازاي جوماتيك فرونتال، زي جوماتيك فرونتال تاني اهي، شايفين زي جوماتيك فرونتال دي اهي، شايفين على الصورة
هنفتح عليها ازاي عشان نعمل لها ريدكشن اوف فيكسيشن، هنفتح عليها بنسميه سوبرا ترسال فولد انسيجن او بر اي برو انسيجن، عشان بنعمل ريدكشن بنقدر نوصل للابر مارجن للايليد وبنعمل فيكسيشن وبليدنج. طيب لاترال اي براو يبقى سوبرا ترسال او لاترال براو. الليفت السوبرا ترسل جايه في الفولد بتاع الابر لكن الاب الاب الاي براو بيبقى جاي عند هنا. تمام، ده الفرق ما بين الاثنين انسيجن. كل اثنين زي جوماتيكو فرونتال، زي جوماتيكو فرونتال فراكشر باترن، وبعمل لها بليتنج ببليت اند سكرو. السيرجيكال ابروش تو ذا انفروبيتال ريم اور اوربيتال ريم انسيجن سبسيلري انسيجن. تمام، ده ليه؟ عشان اشتغل على الانفرا اوربيتال ريم. يبقى خلي بال اما اجي افتح على الانفرا ابر الزيجوماتيك فرونت، تعرفوا ان احنا عندنا اتنين ابروتش وفي تالت هقول لكم عليه كمان شويه، هقول لكم مهم جدا بنسميه الباي كورونال. تعرفوا الباي كورونال؟ هنوريه لكم في الاخر الباي كورونال ابروتش. طيب لكن الانفرا اوربيتال ريم او اوف ذا اوربت، في عندي اما بفتح عليه بطريقه اوربيتال ريم انسيجن، هفتح في الريم نفسه، او سبسيلري انسيجن تحت الريم ب 2 مللي، او ترانس كونجاكتيفال انسيجن من جوه من داخل كونجاكتيفا انسيجن، او زي ما انتم شايفين هنا اللي بنفتح فين، بنعمل ريتراكشن للكونجاكتيفا وبنعمل انسيجن في الميوكوس، حتى حاجه اسمها لاترال كانسوتومي. لاترال كانسوتومي، وده طبعا بنسميه سب تارسال او سوبرا تارسال، او بندخل في البايكو. لا مش البايكرونال، في حاجه عندنا تانية قبل ما ندخل في البايكرونال هنا مش كاتبها، اسمها انترا اورال ابروتش. انترا اورال ابروتش، انترا اورال ابروتش دي بتاعت الدكتور بتاعكم، فهي دي مهمه ما كتبتهاش عشان دي مش مكتوبه في الكتب. دي طريقه احنا اخترعناها ان احنا ندخل الانفرا اوربيتال ريم من خلال انترا اورال ابروتش، دي مهمه جدا بتاعت الدكتور بتاعكم عبد الله، تكونوا عارفينها. تمام، السيرجيكال ابروتش تو ذا زيجوماتيك ارش، عندي باي كورونال ابروتش اللي احنا شفناها من شويه، ان انا بقدر ادخل بيه على الزيجوماتيك ارش، وبقدر ادخل بيه على الابر الزيجوماتيك فرونتال باترس، وبقدر ادخل بيه كمان على اللاترال اوربيتال وول، وبقدر ادخل بيه على الفرونتال ساينس، وبقدر ادخل بيه على النيزل بون، كل ده من خلال الباي كورونال ابروتش زي ما انتم شايفين في الصوره اللي فاتت. النيزل فراكشر بقى، اللي هي دايما كده يعني بتبقى غلسه شويه وسهله جدا بقى، سهله جدا 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 كمان النيزل فراكشر، لانه بيحصل ديفيشن او كولابس. كل اللي بنعمله ان احنا بن 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 بنقدر بنحاول ان احنا نعمل ريدكشن وفيكسيشن بالنيزل سبلنت، ودي من الحاجات اللي هي يعني كويسه، بس يعني بنعملها باي ذا واي. ربنا خلق طبعا النوز في كارتريدج بيحافظ، بيقلل شويه لان هو بارز، فبيقلل شويه الحده بتاعت التروما، عامل زي الاكسدام كده بيبقى مرن. سبحان الله سبحان الله، له في خلقه حكم. الفورمد باي يوني اوف ريجيد اند فليكسبل ستراكت ريكتانجلر شيب نيزل بون، الميد لاين سنترال فيشيال ستراكشر تو فولفيل بوث كوزموتيك اند فانكشنال. طبعا الانجريز اللي بتحصل في النوز ممكن انرجي، دي بتعمل لنا مشكله نوز، لكن كومينوشن قطع صغيره، وده بيحتاج ريكونستراكشن اوبن سيرجري اند ريكونستراكشن. وممكن طبعا لو انجي عملت لنا ديفيشن، بس هيبقى مجرد ان هي ديفيشن، هنعمل له نيزل باكينج وسبلنت و سيبتو بلس. لكن وهي كومنيوشن او كومبلكس هيبقى في عندي بقى اوبن سيرجري، وهفتح عليها ونبدا ان احنا نعمل سيبتال ونيزل وراينو بلاستي بروسيدجر او اوبن سكاي. عارفين اوبن سكاي؟ الاوبن سكاي دي انسيجن كده بيتسموا اوبن سكاي، بيفتح فوق على الفرونتال ساينس وبينزل تحت على النوكس. طبعا ده قديم شويه انه مش كده، بس
Internal orbital fracture in conjugation with other Fischer fracture is a blowout fracture. It's isolated type. شرح الكلام ده كله الزيجوماتيك كومبلكس الزيجوماتيك ارش سوري المجزله النيزل ممكن الحاجات دي تيجي يعني مع بعض كومبلكسز او زي الليفو كومبلكس ممكن تيجي منفصل ممكن واحد ياخد كوره في عينه بتعمل لنا حاجه اسمها بلو اوت فراكشر الاوربت جوه بتطلع بلو اوت الاوت جوه بره الاوربت فبتحصل لي معاها فراكشر للانفرا اوربيتال انفرا وما بين الساينس وما بين الاوربت ما بين الساينس وده لما بيحصل لكم نعمل له ريكونستراكشن لان هو اللي شايل الاي بول عندي وده مكون من مجموعه من العظام بقى مكون من الاسمويت بجزيلا سفينويت فرونتال زيجوماتيك كان ابيض كل العظم ده والله يكون ملبون كده هناك اسمها لاكريم البون كمية عظام رهيبة مكونة الانفرا اوربت الريم وكمان ما تنساش ان في الانفرا اوربت في الاوربت الفيشر في الاستراكشر بقى اللي بيمر بالانفير اوربت الفيشر مين عارف ماكسيلاري نير ايه كمان لا هو مش الماكسيلاري هو بارت من الماكسيلاري نيرف برانش الانفرا اوربت يا دكتور لا يا حبيبي السفينو بالاتاين الانفرا اوربيتر النيرف ده اللي هو بيطلع عندي من الانفرا اوربيتر فورم اللي بيتقسم لثلاثه انفيرور بيبرر ونيزل وسوبيرور ليبر صح ولا ناسيين صح يا ايوه دكتور اسمه السيرو بالاتاين نيرف اللي بيدخل في الانفرا اوربيتر ريم ايه كمان مين عارف استراكشر كمان بيدخل في الانفيرور اوربيتر فيشر مين قول لي اي باي حاجه قول اي حاجه سينوبلاتين ارتري ايه ايه الذكاء والحلاوه دي ايه ده ايه ده يا ولاد مش مصدق نفسي ماشي يا اخوي برزنتيشن بقى زي ما شايفين العضلات بتاعه البول الاي بول العضلات دي بقى احنا بتوع الدراسات العليا بنزنقهم في الكلام ده يكونوا عارفين الاول الاوربيتال ماسلز والموفمنت عشان بنختبرها ممكن تعمل لي كومنيوشن طبعا اكيد هيحصل لي ديبلوبيا لان المستوى بتاع الاي مش هيبقى مظبوط فالعيان هيشوف الصوره متزغلله وبيحصل الحركة بتاعت الاي مش مظبوطة وفي عندنا تيست اسمه ترانس اسمه ترانس داكشن تيست ان احنا بنحرك الاوربت عشان نطمن هي مظبوطة ولا مش مظبوطة عايزين انكم تجمعوا التجميع عشان اسالكم في الامتحان قولوا لي ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لنا ديبلوبيا ايه الفراكشرز اللي ممكن تعمل لنا ديبلوبيا ده سؤال مهم جدا ده تجميع اقول لكم ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لنا ديبلوبيا او all of the, الحاجات اللي جايه all of the following are causing diplopia except مثلا ممكن اجيب لكم الحاجات عن diplopia ايه اكتب له 1 2 و3 و4 نخلي بالنا من الديبلوبيا والحاجات اللي ممكن السيمتومز لان السيمتومز دي بتميز لنا الفراكشرز تريتمنت بقى طبعا لو عندي ديفكت صغير ومش عامل لي مشكله مش هتدخل لكن لو ديفكت كبير انا لازم ارجع الانفيرور اوربيتال وول بشكل سليم ده البلو اوت فراكشر واعمل ريكونستراكس ممكن نشتغل انترا ساينال ابروتش او انترا ساينس ابروتش وممكن اكسترنال ابروتش نتيجه اللي زي ما اتفقنا الكترونس كونجكتيفا السبسيلري او الانفرا اوربيتال ريم ابروتش زي ما انتم شايفين الماتيريالز عشان نعمل ريكونستراكشن للفلور يا اما اوتوجينس بون يا اما اللوجينيك يا اما بنستخدم الباست زي التفلون واكتر حاجه بنستخدمها التيتانيوم مش وفي شبك معروف للانفرا اوربيتال النيزو اوربيتال اثمويدال انجري ده كومبلكس بيجي في الحته دي كده نيزو اصلا مكان نضاره واحد لابس نضاره اتخبط الدنيا دي اتبوظت خالص خلي بالكم انا عندي ماسلز مهمه جدا بتاعت الماسكه في النيزو اسمويدال كومبلكس بنسميه نيزو اوربيت واسمويدال كومبلكس
ده هيعمل لنا ديفورمتي للنص وديفورمتي في الموفمنت بتاعت الايبول. الميديال كانفاس عندنا هيحصل له ديفورمتي، الميديال كانفاس، اللاكريمال ابريتس هيحصل له دامج. كلينيكال دياجنوز عندي بنعرفه من اوبليتريتنج سويلنج كانسل اديتاتشمنت لاكريمال ابريتس دامج ديفورمتي اوف ذا نيزل بريدج اند سي اس اف ليكج، لان عندي كريبري فورم اتبهدلت طبعا. راديوجرافيك اكزامينشن اوكسيبيتو منتال فيوز او لاترال سكال او 3 دي او سوري سي تي زي ما احنا متعودين عندنا. النيزو اور اسمه اوربيتو سمويد عندنا ثلاثه كلاسز، يا اما يونيلاترال او بيلاترال انفولف اونلي وان بورشن اوف ذا ميديال اوربيتال ريم، او يعني لارجر شويه والكانثس لاترال كانثس ريمير اتاتش تو ذا لارج سنترال سيجمنت. تايب 3 عندي برضه يونيلاترال او بيلاترال كومنيوشن كومنيوتد سنترال سيجمنت في اتاتش تندون ريزلتنج ان افالجن اوف ذا ميديال كانثس. يعني انا عندي اللي هي كلاس 1 او تايب 1 الاتاتشمنت موجود انفولف في فراكشر بس الفراكشر ان بليس والاتاتشمنت موجود. كلاس 2 لارجر سيجمنت كوميوتد تايب بس الكانسس ميديال كانسس ريمين اتاتش. تايب 3 يونيلاترال اور بايلاترال بس السنترال سيجمنت اتاتش بس حصل ديتاتشمنت ديتاتشمنت للتندون وده بيخلي العين تتغير مكانها. بنشتغل ازاي؟ اكزامينيشن ديبرايمنت وبنعمل كلوجر لوند بنعمل ريدكشن ستابلايزيشن بايه بقى؟ واير. ما ثبتهاش ببليت، لو ثبتناها ببليت يبقى ايه؟ كورونال سوري مايكرو بليتنج، مايكرو بليت عشان ما تبانش ما تعمليش بالج هنا فبنثبتها واير يا مايكرو بليتنج. الابروتش طبعا عندنا يا اما الاسيليشن بندخل الاسيليشن او نعمل كورونال فليب. شايفين هنا انكس لما حصل لها ديتاتشمنت راحت فين؟ شايفين راحت فين؟ عشان كده بنجيبها ونربطها بواير وظبطتها بتبقى صعبه جدا عشان اقدر ان انا ارجع الاوربيتو زي جومات كومبلكس او نيزو اثمويدال كومبلكس. الفرونتال سينس بيتكسر وعشان نرجعه ممكن نرجعه طبعا نرجعه بيبقى اسوشيت مع الميد فيس وممكن نرجعه بالبالونينج او ان احنا بنفتح عليه باي كورونال او ان احنا نشتغل بالمنظار عشان نقدر نرجع الفرونتال سينس فراكشر. يعني من الحالات لما بتتعمل بنصورها سي تي شايفين العيان بقى كان مدشمل خالص، لو تشوفوه حالات كانت مدشمله خالص. بص اوبرتيف طبعا العيان زي ده بيدخل بيطلع على طول على الاي سي يو عشان يبقى اندر كومبليت يعني اندر كومبليت اوبزرفيشن كومبليت اوبزرفيشن. بيشنت نايم على الجنب او على ظهره وطبعا اما عاملين له كونفكسيشن او without fixation. لازم احنا الكيس لو حصل له فوميتنج او حاجه كونشس الاكل عنده لو هو كونشس هياخد سوفت ليكويد لو هو كونشس هياخد بارنترال فلويد او نيزو جاستريك. الليد بوست اوبرتيف تيست فيكسيشن اند ادجستمنت اوف فيكسيشن اول بليدز هشيل لو انتر ماكسيلري او ماكسيلو مانديبولار فيكسيشن ده اللي بنشيلها سواء واير او الاستكس. كومبليكيشن اللي ممكن تحصل طبعا البليدنج الاير واي سيريبرال كومبليكيشنز، يعني انا عندي كومبليكيشنز كتير ممكن تحصل طبعا او في ثانوي كومبليكيشن الليت الديفورميتي او او الماليونيون او نيورولوجيكال دامج. كده احنا خلصنا محاضره الميد فيس، محاضره مهمه سريعه جميله لذيذه معلوماتها كتيره بس سهله ومريح. حد عنده اي اولاد استفسار في المحاضرة دي؟
هو مش بخصوص المحاضرة، هو بصفة عامة يعني. اسأل. لا كله هو تمام المنهج، ولا المنهج تقيل طبعا انا يعني، المنهج تقيل، والحاجات دي المنهج احنا مش تقيل وراه. متخيلينها لأن احنا ما بنشتغلهاش يعني. الحاجات دي احنا بنحاول نستوعبها لأن احنا ما بنشتغلهاش. فيعني يا ريت حضرتك تراعي الجزئية دي في الأسئلة، يعني اللي هو الحاجة احنا لو بنشتغلها هنتفاعل معاها. انا مش هراعي الجزئيه دي في الاسئله يا مصطفى. انا هجيب لكم اسئله فهم، هجيب لكم لان المحاضرات بتاعتي هديها لكم فيها صور موضحه، السورس اللي هتذاكروا منه فيه صور واضحه. اللي عايز يفهم اي حاجه يدخل على اليوتيوب ببلاش، هيقدر يعرف يشوف صور لكل حاجه نفسه فيها. فاحنا عندنا النهارده وسائل التعليم بقت سهله، محدش يقدر يقول لي انا مش متخيل حاجه. ده انتوا جيلكوا اشطر من جيلنا احنا في ان هو يتعلم ازاي يجيب المعلومه من على النت بسهوله جدا، غير جيلنا احنا الفاسيلتيز عندكم سهله. فانا معلش انا ممكن اكون شديد معاكم في الجزئيه دي شويه، بس ده المستحقه مصلحه التخصص بتاعنا، ان انتوا كاطباء اسنان تطلعوا عارفين كويس وفاهمين يعني ايه ماكسيلو فيشر سيرجري. يعني لو انت اتحطيت في موقف وشفت عيان تروما، وارد قوي يجي لك عيان تروما، وارد قوي يجي لك عيان ليجن العياده، يجي لسه جاي لي حاله سكوما سيل كارسينوما في طنج، عدى على 3 دكاتره، 4 دكاتره سنان بقاله سنه كل واحد يدي له شويه اورال جيل وبتاع. يا جماعه فين احنا بنعلمكوش كده؟ عيان تاني جاله تروما راح عمل له كراون وساب التروما وطنش. لا يا جماعه احنا بنعلمكوش كده، بنعلمك اهو يعني انت ممكن تشوف التروما وتعرف تشخصها ازاي وتبقى فاهم علاجها ازاي. انا مش بطلب منك تدخل عمليات وتعالج الكلام ده كله، انا بطلب منك تبقى عارف كويس قوي الباترن بتاعتنا، طريقه العلاج، الانفستيجيشن. لما يجي لك عيان تعمل له اشعه ازاي، وهتبص في الاشعه على ايه، وتبقى عارف هتعمل له ايه. اسف ان انا بقى يعني شديد عليكم شويه في الجزئيه دي، زي ما قلت لكم ده لمصلحه التخصص. طب لو في عند دكتور حضرتك فيديوهات بالحاجات دي ممكن ترفعها لنا؟ عندي فيديوهات بالهبل، بس دي كلها حالات ما اقدرش ارفعها لكم فور ايثيكال ريزون، يعني ما اقدرش انشر حالات جت الا باذن منها، لكن بننشر الكلام ده في محاضرات لينا اللي هي البوست جرادويت، بنشر لكم. لو انا بنشر ب ب ب ب ب يعني بشرح لكم فيس تو فيس هوريكم حالات بالهبل، لكن انا ما اقدرش طبعا ان انا انشر الحالات دي في كتاب او في بحث او ان انا انشرها للطلبه للطلاب الا لما ارجع للحالات دي واخد اذنها، لان الوش بيبقى باين قبل وبعد. لكن لو دخلت على اليوتيوب هتشوفوا فيديوهات بالهبل لطريقه الريدكشن والفيكسيشن وشكل البليت والسكرو والدريلينج وكل الكلام ده هتشوفوه عندنا. وفي ناس من زمايلكم كانوا بييجوا يحضروا معانا بعد ما اتخرجوا وشافوا حالات وشافونا واحنا بنشتغل في ماكسيلو فيشل. عندنا كل اسبوع لسته الماكسيلو فيشل اللي انترستد لما يتخرج ينورنا ويجي يحضر معانا، مفيش مشكله خالص. حد عنده استفسار؟ دكتور، هو انا عندي سؤال بس بخصوص دكتور، هو الامتحان يا دكتور. السورس اللي ايه مش سامع. قول يا حسين. السورس اللي هنذاكر منه نزل ولا لا؟ هنزله لكم النهارده بالليل، معلش اتأخرت عليكم، هنزله لكم النهارده بالليل. حاضر حاضر. عايزين ايه كمان؟ تمام يا دكتور. دكتور ينفع لو خلصنا الريكوير ووصلنا ان هو يكون حالتين، ينفع ندخل في ميعاد تاني مع حد مثلا في حالة ينفع عادي مش في سيكشني؟ ينفع. لا التنظيم دي بقى لو انا موجود هنظمها، لكن لو انا مش موجود الدكاترة اللي موجودين هم اللي ينظموا. لا مش تنظيم، يعني مثلا دلوقتي انا خلصت الحالة التانية في سيكشني او مع حد تاني، ينفع حضرتك قلت كل اتنين في حالة، ينفع بقى ادخل مع حد في حالة تانية في سيكشن وهو؟ عادي، بتاري عادي، عادي مفيش مشكلة. طيب يا طب دكتور الأسئلة حضرتك هتسألنا في العملي؟ امتحان عملي هسألكم طبعا طيب على الكومبليكيشنز والاناتيزيا والتركيز والموفمنت والكلام ده، هتسألوا عليه طبعا. نفس الترم الأول يعني. لا مش يعني احنا في العملي احنا واضحين جدا، لان احنا اللي عايزينكم تتعلموه في العملي كويس مهارة الاكسودونشي على مستوى البكالوريوس، فاحنا بنسألكم في الاكسودونشي.
في الكومبليكيشنز، في الانستيزيا، في يعني في التكنيكس، دي الاسئله بتاعت العمل. تمام، حضرتك يا دكتور اللي هتسألنا على الدكتور معاه. لو انا موجود انا اللي هسالكم، لو احنا الاثنين يعني. ماشي ماشي، شكرا يا دكتور. لا لا طيب يا دكتور، في الامتحان مثلا لو معايا في الامتحان انا وزميلي والحالة فيها سنة واحدة، هنمتحن عليها احنا الاتنين عادي ولا لازم كل واحد يبقى يكون في سنة؟ ازاي هتمتحن على سنة واحدة؟ هتخرع ما جدا انا من بسأل، الكتر يعني ولا ايه؟ ما انا بسأل حضرتك عشان كده برضه. لا المرة دي انتوا بكالوريوس، هنشد عليكم شوية. يعني لازم كل واحد هيكون بيشتغل الحلقة فيها سن. اه ممكن واحد يعمل انستيزيا، ممكن واحد يعمل اكسدونش. يعني ينفع، يعني لو معايز مثلا حالة فيها سنة نشتغل احنا الاتنين في عادي امتحان. تمام يا دكتور، شكرا. شكرا لك. دكتور، هو احنا اللي هنعمل اكستراكشن؟ بس في العادة كنا بندخل نمتحن وبنطلع والمعيدين هم اللي بيعملوا الاكستراكشن. يعني لا المرة دي انتوا اللي هتعملوه، المرة دي انتوا اللي هتعملوه يا مرة. تمام اوكي تمام ايه، اي سؤال تاني؟ بيبقى دكتور معاد كان بيسألنا في جزء نظري وغير الامتحان العملي. النظري ده هيبقى فيه حاجات من المحاضرات الجديدة دي ولا حاجات متعلقة بالإكسبوننشال بس؟ على حسب المحاضر، لو انا اللي حسب الممتحن، لو انا اللي همتحن مش هسألكوا طبعا في المحاضرات. لو انا اللي جميل. همتحن، لو الدكتور معوض اللي همتحنكوا هو طبعا له كامل الحرية يقول لكم هيسأل فين. احنا ممكن نتوصل مع الدكتور يعني نسأله اه في طبعا الحتة دي ولا؟ اه طبعا طبعا عادي جدا، اسألوه في اي حاجة. الدكتور محمد معوض يعني هو اللي بيحط السياسة عندكم في القسم يعني، ودلوقتي ما شاء الله عليه بيحط السياسة في الكلية كلها، فهو عادي يعني. تمام يا دكتور، شكرا. شكرا لله. تمام كده يا ولاد، خلاص نعمل نطلع. خلاص يا شباب، تمام يا دكتور، طيب يلا خلاص. عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.